يوم سوف نتعرف على طريقة وكيفية إيجاد نبذة عن تطبيقكم تليجرام. قم بالضغط هنا على تطبيق تليجرام، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على الإعدادات، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على الخصوصيات والأمان، بعدها سوف نقوم بنزول إلى الأسفل والضغط هنا على النبذة، وهنا سوف نقوم باختيار من يمكن رؤية نبذته. هنا سوف نقوم بالاختيار، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا. بهذه الطريقة نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.